نعيمة الجيني. مدام نعيمة مرحبا بك وعيدك مبروك. مرحبا مرحبا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. شكرا لك، يعطيك الصحة. مبروك نجاح الدور في مسلسل الفوندو. يبارك فيك، يعيشك ربي يفضلك. يعيشك. هاي نعيمة، في الدقائق هذوما ومشكورة على قبولك دعوتنا، نحب نعرف في العيد أول أيام العيد عندك شنو يطيب، شنو الأجواء، شنو تعملوا بالضبط في أول أيام عيد الفطر في العيد؟ في العيد شنو شو مثلا كي نحكيو صفاقس نقولوا شرموله والحوت المالح، عندك نعيمة في الدار شنو يطيب في أول أيام العيد؟ والله إحنا في العادة نعمل الحقيقة نتلموا لكل العائلة ونعملوا كسكسي والحم، لكن السنة على خطر الكورونا معناها نعيدوا على أمي بالطريق كل مرة يجي حد. شوية حلو وشوية قهوي وكله فطور عادي على خطر ما نشموش نتلموا الكل. إحنا تبارك الله برشا معناها خويتي تبارك الله، أما نشوف بالمرحلة كل مرة يجي حد به نحكيو على أمي. إن شاء الله ربي يفضل لك وإن شاء الله كل عام تحيا بخير ويعطيك صحة. شكرا لي به نعيمة. فوندو نجاح العمل هذايا كما حكيت يظهر لي اليوم الاكسبيريونس نتاع نعيمة الجاني في السنوات الكل، نجم نقول حطتها في العمل هذايا. ما عندنا برشا ما ريناكش معناها في الدور في الشكل هذايا. اليوم كيفاش قاعده تعيش في النجاح نتاع الدور في التفاعل نتاع الناس مع العمل هذايا نعيمة الجاني؟ والله اكيد بفرحه كبيره، معناها حاجه تفرحني برشا، خاصه لانه العبيد في الشارع يوقفوني لليوم الصباح معناها توقف لي برافو يعطيك الصحه التليفونات الحق صفيف معناها حاجه تفرح. انا صوت كي انت اللي كمان انتو معناها كيف العبيد يعني كيفاش نقول كيف العبيد تهني وكي العبيد تستعرف بنجاح وحاجه حلوه الحقيقه، ما فماش ما اروع من الشيء هذا الحق. كي نقول لك نعيمة أنه فوندو اليوم مرشح لنيل جائزة أفضل مسلسل في المغرب العربي لجانب حرقة أولاد الغول ومشاعر اثنين، شو تعليقك؟ كيفاش عاود لي سمحني؟ كي نقول لك أنه اليوم مسلسل فوندو مرشح لنيل جائزة أفضل مسلسل في المغرب العربي لجانب حرقة أولاد الغول ومشاعر اثنين، ما نعرفش على علم بالموضوع ولا لا؟ والله الحقيقة ما عنديش علم، بمرة نتفرج في برنامج جزائري على الفيسبوك الكل اللي دايرين معناها الكرونيكور والكل الكلهم فرحانين بالفوندو ويحكيوا على الفوندو والكل. ايش نقول لك حاجة، الحق نتاع ربي معناها مسلسلات فما برشا ناس عملوا مجهود رائع جدا، فما اللي ما تفرجتش فما اللي تفرجت فيه، تفرجت في الفوندو الكل، تفرجت في الحلقة معناها بعض الحلقات من الحلقة باش تكون يستاهل كل خير، مسلسل متميز جدا فيه معناها جدية في العمل، تمثيل، سيناريو، إخراج حلو، كذلك بالنسبة لمسلسل المشاعر زاد حلو برشا خاطر أنا محزدة اللي تظلم مسلسل المشاعر، فيه ممثلين معناها ممتازين جدا، فما إخراج حلو، المليونير اللي تعدى هكا معناها العبيد زاد ما حكيتش عليه هو يستاهل أنه يتحكي عليه. على خاطر مش على خاطر يعني مخرج مش تونسي، ليه معناها خاطر المخرجين التونسي في كل بقعة ديما ياخذوا الجوائز ويقع تتويجهم وكل ما فماش علاش أنه فما معناها مسلسل حلو ما ينجمش إنسان ما يحكيش عليه. فما كان يا مكانش زاد السيري هذيا اللي كان فيها زمار متميز، زمار جديد، فما إسقاط على الوضع الحالي معناها الحقيقة عجبني برشا، ممثلين كبار شكلهم في أدوار رائعة جدا. دونك هذوما زي المسلسلات نتصور انه وش خط انه يقع تتويجهم على الصعيد المغاربي، علاش ليه؟ باش حتى اللي تظلم معناها لهنا ينجم ياخذ حظه في على الصعيد المغاربي. نعيم الجيني يعطيك الصحة، فرحنا برشا كي شفناك في رمضان السنة، الحقيقة استمتعنا بالأداء نتاعك في مسلسل فوندو، شكرا ليك، عيدك مبروك. إذا عندك مساحة حرة إذا عندك على شكون تحب تعيد على ديوان فهم على موجاتنا. أنا نحب نعيد على الناس كل معناها اللي يسمعوا فيا كل المستمعين، نحب نعيد على معناها عائلة بو أميمة، عائلة أميمة معناها بالأحرى معناها خوال أميمة خالي لازر خالي مختار رقية وبناتها عمة أميمة عمتها الكل عمت بوها الكل معناها حبيبي وتفاقس واللي نعزهم برشا كل جمهور تفاقس
كل المستمعين وقلنا ان شاء الله ديما نكونوا في يا ربي في المستوى اللي ناس تنتظروا منا. شكرا لك يعطيك صحة. ممثلة القديرة نعيمة الجاني حكينا معك على دور أم يحيى في مسلسل فوندو، واحد من المسلسلات اللي استمتعنا الحقيقة السنة في رمضان السنة وإحنا نشوفوا فيهم. نذكر أنه بعد شوية بش يكون حاضر معنا بإذن الله الفنان الكبير عيسى حراث، نرجع في حوار الذكريات ثم نحكيه على نجم نقوله اليوم أخويا بش نقدم أنا مش نعطي أنا رأي، أفضل عمل في تقديري أنا الشخصي كان مسلسل حرقة بش يكون حاضر معنا نجم رمضان 2021 الممثل مهاذ برميلي. ما تنسيوش 31 328 330 كلمونا تقدموا